كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. واحد بقول الحمد لله على نعمة الإسلام، واحد بقول الحمد لله من أمة محمد، واحد بقول الحمد لله اللي خلينا نبقى البشر، الحمد لله اللي جعلنا أشرف أمة، واحد شو بقول؟ الحمد لله ربنا هو ربنا، منفعناش غيره يا جماعة ولا بلزمنا غيره. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، اللهم لك الحمد والشكر يا الله. الله يجعلنا نصل هالساعة هذه وإحنا إيش؟ وإحنا نقول قدموها 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 فرحان، شايف النور في الأمر مش الظلام، شايف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شايف القرآن، شايف الذكر، شايف وصل الرحم، شايف صلاة الفجر. والله يا أخواني يا أحبابي يا أحبابي، الله يرضى عليكم. كلام دنيا بدناش، أي هالخمس دقايق خلينا نبعد الشيطان عنا، خمس عشر دقايق يا أخي خلينا يا جماعة. إحنا اليوم إحنا هقيت قاعدين، الملائكة موجودة وهقيت بدنا ندعي لها الميتة كمان، وبعدين كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالظلمة، تذكركم بالبلاطة، تذكركم. الآن بعد عشر دقايق بيضلش حدا هوني، ما بيضلش إلا غير عمله، تذكركم. بدها يا أخواني ولا بدها شيء؟ أكثروا من ذكري، أكثروا من ذكر الليرات ولا السيارات ولا الأراضي ولا العمارات ولا الفيلات ولا، أكثروا من ذكر إيش؟ هادم اللذات ومفرق الجماعات، مفرق الجماعات. والله الذي لا يوعظه الموت فلا واعظ له. فكركم لو انه عبالنا الموت، والله ما واحد بتروح عليه صلاه الفجر، والله لو عبالنا الموت صحيح، والله ما واحد بنصب على التاني، والله لو عبالنا الموت صحيح الا ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما عليها. والله لو عبالنا الموت صحيح كان منطقه شباب بقول. ما هو انا برضاش اتعقل العيار، المحضر ما هو برضاش اتعقل العيار، لكن على اللي اللبيب من الشجارة يفهموا. ما شاء الله كلهم الباب، ما شاء الله ما شاء الله كلهم، الله يشرح صدورهم جميعا. بشروا ولا تنفروا، احنا والله تبشير، والله تبشير اكثر من التنفير، لكن يا جماعه والله بدها تقوى الله، والله بدها تقوى الله يا اخواني. والله لو حسبنا حساب الموت، والله لكل ليلة بنقرأ القرآن، والله لو حسبنا حساب الموت صحيح ما بنأذي بعضنا ولا بنعتدي على بعضنا. هذا يا جماعة البضوي الأبير، هذا هو البضوي الأبير. والله لو حسبنا حساب الموت ما واحد حارب الثاني ولا واحد قطع الثاني ولا واحد عصى أبوه. الله أكبر، واحد بحاسب حساب إنه يمكن الليلة أنام في الأبر، بينام وهو مش مصلي العشاء، بينام وهو مش قارئ قرآن، بينام وهو محارب واحد، بينام وهو محارب واحد، بينام إلا يعمل حلقة تعليم في بيته. وين يا أخواني القلوب ماتت؟ والله يا أخواني إلا من رحم الله، القلوب ماتت في حب الدنيا. يا ويل يا أخواني اللي بحب الدنيا، يا ويل اللي بيجري ورا الدنيا، يا ويل يا أخواني اللي بيعشق الدنيا. اعشق ربك، اعشق القرآن، اعشق صلاة الفجر، اعشق قيام الليل، اعشق الزيارات، مدح الله. بيصلوا 50-60 واحد في المسجد، قول له تعال نحب الله ونحبب الناس في الله، والله ما بتلاقي لك رفيق معك. ليش؟ ليه؟ أنو بيعرف ليش؟ أنو بيعرف ليش يا جماعة؟ القلوب معلقة بغير الله، القلوب معظمة غير الله، القلوب متلذذة على غير الله. والله يا ويلو يا ويلو يا ويلو اللي يا اخواني اللي قلبه معلق بغير الله. والله يا اخواني هذا القبر ما هو تراب، لا بينه وبينه الله، لا يا شيخ هيو تراب وحجار وهيو هيو حجار. والله يا اخواني سيد العالمين قال لنا مش تراب، قال لنا يا نور يا ظلام، قال لنا يا نعيم يا جحيم، قال لنا يا مرزبات. وبينزل الواحد في سابع ارض وراسه في سابع سماء واجره في سابع ارض، بيجوا خلق من خلق الله، يا أما بيجو خلق من خلق الله. من ربك يا حبيبي؟ من ربك يا آمر بالمعروف؟